ماتش مهم جدا لمنتخب مصر بإذن الله تعالى، مسؤولية كبيرة جدا، جهاز فني جديد، اختيارات جديدة بقى، وتوظيف جديد، وشغل جديد بأمر الله تعالى. نتمنى طبعا لمنتخب مصر التوفيق، مفيش شك إن مهمة ثقيلة عشان الوقت، بس عشان الجهاز الجديد. إنما أنا شايف الفوارق كبيرة جدا، مع إن منتخب ليبيا هو المتصدر المجموعة، إنما نادي منتخب مصر بيملك خبرات ويملك قدرات، يقدر بأمر الله تعالى يفوز فيها في مباراتين بمشيئة الله تعالى. الكرة في الملعب، المباراة في الملعب بأمر الله، مطلوب من الجهاز الفني إنه يتعب مع اللعيبة، مطلوب منه تشكيل على أمثل ما يكون، مطلوب منه توظيف، مطلوب منه إدارة مباراة، مطلوب منه تغييرات، مطلوب منه قراءة منافس جيد جدا. المنافس طبعا عنده ثقة كبيرة جدا في النفس، عنده نتائج، عنده جوانب كتيرة جدا لازم المنتخب مصر يقراها كويس قوي، والمدير الفني في المستوى البدني والمهاري والخططي والنفسي والذهني، حاجات كتيرة جدا. فأنا من وجهة نظري إن المباراة تبقى في الملعب. أتمنى بإذن الله تعالى إن التوفيق للجهاز الفني الجديد، التوفيق للعيبة، التوفيق لنا كمصر إن شاء الله تعالى، ونحقق اللي إحنا عاوزينه في المباراتين بمشيئة الله تعالى.